يلا خد خد امسك نفسك شويه. الحمد لله راك يا فواز. امسك اشرب دول بالشفا ان شاء الله. يلا يا رب. الحمد لله. سو ربنا انا فرحان فيك. المهم انت عملت معاهم ايه؟ عامل ايه؟ عملت عبيد طبعا، الكتره تغلب الشجاعه. ايه؟ تمسك نفسك شويه يا فواز. ايوه المثل بيقول من خاب سلم. والنبي ارحمني من امثالك ده يا حاج. صحيح. اخرة خدمة الغز علقة. ايه؟ هتيجي ما تقلقش. شفت اهي فاجئتنا. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا حاج. نور. عايزك يا واد مرسي. هذا حاج. خير يا حاج في ايه؟ اخبار بنتك يا شفا؟ الحمد لله يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتماع ده علشان صفقة كبيرة معروضة على الشركة. باختصار الصفقة دي فيها فلوس كتير واسم الشركة هيترفع فوق. بعد إذن قطع كلامك يا حاج، هي الصفقة دي عبارة عن إيه؟ حلو السؤال. يرحم الله يا حاج. جيب لي برشامة تانية. ارحمني بقى من البرشامة ده والنبي. ارحمنا وارحمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مجموعة توكيلات لمجموعة شركات من بره مصر. هياخدوا 70% من انتاجنا السنوي، يعرضوه في دول جنوب شرق اسيا وبعض الدول الاوروبيه باربع اضعاف الثمن. ايوه بس مش 70% من انتاجنا كتير شويه يا حاج. هو ده الكلام اللي انا قلته للحاج يا ابني. بس هي بصراحه صفقه مغريه. ما هو ده اللي مخلينا افكر فيها. يبقى بقى لازم نشتغل عليها ونفصصها كويس قوي. طب ما انا جامعهم النهارده عشان كده. واحنا جاهزين يا حاج. عايزين ايه؟ خناقه ولا ايه؟ اقعد يا ابني اقعد. انا بقول لكم روح اضربوا حد. زكي امر حاج. عايزك تاخد ورق المشروع ده تدرسه صح، القانوني منه، الثغرات والمشاكل، فاهمني؟ 24 ساعه. صعب قوي يا حاج. امال ايه اللي جاهزين وقمنا؟ اعتبره حصل. مرسي امر حاج. اسامي الناس اللي عندك دي عايز اعرف كل البيانات بتاعتهم وبيتعاملوا مع مين في مصر، يعني مين اللي يعرفهم في مصر. تهمني قوي دي يا مرسي. ها 48 ساعه تحت امرك يا حاج. كده بقى يا حاج نتفرغ انا وانت وربنا يعيننا على الراس الكبيره، نخلص ونجيب اخره. حماك العزيز طبعا. انا ورانا غيره. ايه يا ريتنا ما جبنا سيرته. شو اخبارك يا فادي؟ مين بهدلك يا روحي؟ تعال شوف يا اللي حصل في مايا. لك شو صار؟ احكوا. طلع مجوز تلت غيري يا بيي. تلاتي؟ فواز الصياد طلع مجوز غيرك تلاتي وعلى زنته؟ لا 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 انا ماني مصدق على الحكي. شو فاكر حاله ديك البريه؟ شفت هالكذاب النصاب شو عمل؟ صياد؟ لا طلع صياد ماهر وعرف يحطني بالشبكه بيناتهم كلهم. عجيبه وغريبه. دايماً بيذكر ربه وشحاتة وراه بالسجادة وبعدين بيحكوش اسنانه بالمسواك وما بيسلم على الستات، يطلع متجوز ثلاثة. لا 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 شو كان بيكذب علينا وليه مخبي هالسر؟ مثل ما نحن خبينا عليه انه كنت مخطوبة. وكيف عرف انك كنت مخطوبة؟ لك طلع عارف كل شيء. هيدا انسان مش هين يا بيي. يلي فكرنا موسى طلع فرعون. أنا مش رح أقدر أستحمل هالشغلة، لك هيدا مجوز كوارث، هول أو رح يجننوني أو رح يموتوني. لازم شوف لك صرفة معه، روح احكي معه. روحوا يا جماعة روحوا، خلينا نفكر بعقل وحكمة. شو بدي روح أقول له؟ أنت متجوز ثلاثة وبنتي الزوجة الرابعة؟ حيقول لي يا سنين بيه الشرع محلل لي أربعة. والشرع محلل لي بالطلاق. لا يا حبيبة قلبي يا مايا. ما تغلطي يا روحي، هلا ما في طلاق، خلينا نفكر ونتكتك بهدوء. اخو المحلوشي طلع فيه عرق لبناني. مستنيه ايه يا روح امك؟ لما جوزك عينه تزوغ على واحده تانيه
ويدور حواليه ما يلقاش غيرك يطلقها. ياما حرام عليكي ما تقوليليش كده. فواز لا يمكن هيطلقها. بأمارة ايه يا حبيبتي؟ على راسك ريشه؟ على ايديكي نقش الحنه؟ يا بنت يا بنت ده انا خايفه عليكي. فواز ما بيطلقش من واحده خلف منها. انا عارفاه كويس. وبعدين انا حاجه تانية، ده هو اللي مخليني احط لهم كلهم حبوب منع الحمل عشان ما يخلفوش. ده انا ستر وغطاء، مش ممكن فواز هيجي في يوم ويبيعني. ايه الغباوه دي؟ وانت بقى فرحان الاخ معممك ولبسك السلطانيه، وهو مقضيها في التلاسينه. مالكش دعوه باللي بيني وبين جوزي يا تسوقي. وما يا اخويا ابقى اشتكي لك، ابقى تعالى بخ سمك. لا سم ولا احزنون، انت اللي جايبه في الجنينيه وعماله تعيطي. في حضن امي يا اخويا بشكي لها همي وبقول لها اللي نفسي فيه، ولا دي كمان كتير عليا. واذا ما كانش ليا مكان في بيت ابويا وامي هي اللي تقولها. لا ده انا قلبي وبيتي وحضني مفتوحين لك يا دنايا. طبطبي عليها يا اختي طبطبي، واحنا ان شاء الله البيت يولع بيها النهار عشان ترتاحي. غوري علقتك دحية. ايه الغباوة دي؟ وبعدين الراجل ده هيفضل مبرطع في خيرنا واحنا مرميين رمية الكلاب دي؟ قلت البيه اللي بيدافع عنه. انا بدافع عن اختنا. اختنا؟ وإذا كانت أختنا شايفة حقنا بيتسرق وساكتة. لا إله إلا الله، هي ملهاش دعوة. يعني إيه ملهاش دعوة؟ الله، إذا كان يا ابني ساكت على حقها فيه مش هتسكت على حقنا إحنا وفلوسه؟ طبعًا يا بيه، كل يوم جوازة لوز مقشر وإحنا شغالين شغلانة سودة بناخد منها كام ملطوش ما يكفوش حتى الدخان. كل واحد بياخد نصيبه، ما تبصش لغيرك وأنت هترتاح. وإذا كان غيري ده واكل نصيبي أسيبه؟ ولا ما تردي يالا، ما تردي بتاع الجامعة. أرد أقول إيه؟ ما هو عرض عليكم تشتغلوا معاه. عتالين؟ يا نهار اسود، هنشتغل عمال واحنا اصحاب مال. حياة امي ما يحصل ابدا. وانا اراك فواز الصياد لاخر نفس. سوقي حلوه التورته اللي جابتها يا نهار. صدق انت واد بارد. شوف يا استاذ فهمي، انا قريت التظلم بتاعك وده خلاني ارجع الملف بتاع حضرتك وادرسه من جديد. اكتشفت ايه بقى؟ ادخل. اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل يا فندم. لا اتفضل يا باشا. شكرا استاذ. شكرا يا اسماعيل. اتفضل يا باشا. شد الباب. اتفضل. اكتشفت ايه بقى في ملف حضرتك؟ ان كل الفواتير الموجوده مش مختومه، عشان كده اترفضت، وعشان كده اتحدد لك التقدير الجزافي ده. واللي انا اقدر اقوله لك دلوقتي يا استاذ فهمي انك ترجع تراجع حساباتك تاني من جديد او تشوف لك محاسب يظبط لك الدنيا، انما انا شخصيا ما اقدرش اعمل لك اي حاجه. يا استاذ علي، يا استاذ علي، المبلغ المطلوب ده خراب بيوت، وانا مستعد اعمل اي حاجه بس يخس ويقل شويه معولين. وعلى فكره بقى يا استاذ علي، انا برضو ما بنساش الجميل وعينيا الاتنين فيك. شوف يا استاذ فهمي، لا اقدر اقول لك دلوقتي ان انا اعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه من اللي انت قلتها دي. اتفضل بقى من غير ما تفوت. الو مين؟ ده مش موجود. مش عايزه كفته يا ماما. كل اللي قدامك يا نهى. انت بتزعق في البيت ليه يا حياه؟ ما تسيبيها تاكل اللي هي عاوزاه. مش لما تاكل انت الاول يا ست. انا بتحب باكل اهو. بتاكل فين يا علي؟ انت من ساعه ما قعدت ما حطيتش لقمه في بقك، هو في ايه بالظبط؟ بقول لك ايه يا حياه، انا دماغي مش رايقه عشان انت حياتك دي. اه ده انت مش طايقني بقى وكلامي واقف في زورك. انا بصراحه اتخنقت ومش عارفه ايه اخرتها. بقول لك ايه، لا اخرتها ولا اولها، اديني سايبها لك وماشي عشان ترتاحي. لا بقى، ده انت الشيطان لعب في نافوخك بجد. ما تاكلي يا بت. طب ما تقول انك واخدها حلوانه بسلوانه عشان تخلع. ايه اخلع دي يا حياه؟ هتنقي كلامك امال. والله انا قوت الكلام من جنس العمل يا علي. بقول لك ايه،
انا مش عاوز خناق. وانا مش عاوزه اتخانق. امال عاوزه ايه؟ عاوزه اطمن عليك، عاوزه اعرف مالك فيك ايه. مخنوق شويه. مني ولا من الشغل يا علي؟ من نفسي يا ستي. ارتحتي كده؟ لا، اللي يريحني اني اعرف مالك. عاوزه اطمن عليك يا علي. طمني خالص، انا كويس. الموضوع بس بفكر فيه وشاغلني. الموضوع اياه تاني يا علي؟ ما تبلغ عنهم وتخلص. ربنا يسهل. لا بقى، انا عاوز اعرف انت رايح فين برضو. مش عارف ليه عندي احساس اني عاوز اتكلم معاها. مين ده؟ وهو ده بقى اللي جابني لحد هنا. قلت برضو فواز واعي وبيعرف يتكلم، هيعرف يطلع كل اللي جواه. هو انت مش بتقولي ان هو راح لابو الحاج واتكلم معاه؟ يا انهار ابويا دماغه عالية، هيسمع منه ومش هيديله المفيد. لكن فواز بقى حاجة تانية، هيمد ايده ويكبش ويطلع كل اللي جواه. ما بقتش فاهمة علي خالص. ربنا يسوقك يا فواز، ويجي الحياة ويحقق لها كل اللي نفسها فيه يا رب. يا لهوي، انا خبطت على جارتي وسبت العيال عندها وجيت على ملا وشي، عاوز الحق اروح قبل ما يجي ويطين عيشتي. هو فواز هيتاخر؟ اختي والنبي ما عارفه، من يوم ما اتجوز الجوازه السودا دي ما بقتش عارفه له حاجه، ولا عارفه له مواعيد، ولا عارفه له نظام. حتى هي يا اختي ما بقتش بتقعد في البيت. خرجت من غير ما تقول له؟ نعم. انت طايقه عن اخوكي؟ ده كان جابها من شعرها. بحسب صراحة. أنهار نفسي أشوفها قوي. مش للدرجة دي يعني، دي حتى شكلها ملخبط ومفيش حاجة راكبة على بعضها. زينب جد. طب بقول لك إيه، الأصول أم أسلم عليها مش كده ولا إيه؟ يا أختي الأصول أكون مصارينها وأريح نفسي. يا بنت عيب بقى الله، وبعدين أنا عاوزة أشوفها. بونسوار. مين انت؟ انا عمت اخته. انا حقيقه اخت فواز. اتشرفنا. ميرسي. تعالي حبيبتي، تعالي اقعدي. لا معلش، راح فوت اوضه ارتاح شويه لانه كتير تعبانه. وماله حبيبتي، البيت بيتك، الايام جايه كتير وان شاء الله نقعد مع بعض ونرغي للصبح. يا لهوي، البت فارعه قوي يا انهار. يا اختي ارحميني شويه، انا هلاقيها منك ولا من اخوك فواز. راعي مشاعري يا حياه، مش كده؟ حرام عليك يا واد. انت الاصل يا ولا يا قمر انت. طيب ماشي، اذا كان كده ماشي. طب بقول لك ايه، انا هروح بقى، اول ما فواز يجي تخليه يعدي عليا او يبعت لي وانا اجيله. ماشي. حاضر. هاتي بوسه. جاتك 60 نيله على خيبتك يا اختي. تنيلي عليكي يا موقوسه. انا عايز اعرف بقى، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه؟ هيفضل كل ليله كده بايت عندها؟ هو احنا مالناش حق فيه ولا ايه؟ بنتي يخرب بيتك، الوليه قاعده في اوضتها تسمعك، بالراحه وطي صوتك. ما تولع بجد وسطي، انا مالي اساسا؟ الله، يا دي النيله، يا لهوي يامه، هتنط. ماشي يا انهار، ماشي. ورحمه امي لا خليه يبات عندي الليله دي، وهتشوفي يا بنت هيطق لك عرق يا هبله. Thank you.
بقالنا قد ايه قاعدين مع بعض يعني؟ والله ما انا عارف يا حاج، بس ظهر معطلك يا ابني. اقعد. الله الله، وانا بسالك عشان تقول لي عطلتك وهتقوم. ما انا عاوز نقول ايه بس يا حاج؟ عاوزك تقول القعده دي كلها ما كانتش على الفاضي. والله يا حاج انا ارتحت اول ما اتكلمت معاك. تعال يا ابني، اللي زيي عايش يوم هو مستني ساعته. انا مش عاوز اقلق على حياه بنتي يعني. طول العمر ليك يا حاج. طول ولا قصر ما هواش دايم صدقني. انا علي عاوز اطمن على حياه بنتي. جرايه يا حاج، انت ليه قلبتها دراما كده؟ وانت فيك حاجه لا سمح الله؟ كل واحد فينا بيجي عليه وقت يبقى عاوز يشب لفوق عشان يمسك الحاجه اللي مبقاش طويله. بس انت علي مش محتاج لي. عارف ليه؟ ليه يا حاج؟ لان حياه بنتي مش بصه لابوها ولا بصه لاخوها ولا في بالها انت بتاخد كام ولا هي عايشه ازاي. ايوه، ويوم ما بتتخانق معاك عشان تشتغل مع فواز يعني، فده عشان تريحك من العذاب اللي انت فيه يعني. هي دي حياة بنتي، هي دي حياة بنتي يعني. نقعد نتسلى. فواز حبيبي تقبرني ان شاء الله، اشتقت لك كتير كتير يا قلبي. كل النهار دق لك ما بترد علي، شغل بالي حبيبي بيك شيء ولا بقول لك؟ تعال نحكي بأوضتنا براحتنا. يعني يا حبكت يا نور الليله يا حاج، الليله وهتختار واحده فينا. والله شو، أنا العروسة الجديدة يا أختي. اوعي شوية كده، قلت إيه يا حاج؟ إيه يا نهار؟ دي ضيفة عندنا، ضيفة. ماشي، قلت إيه يا حاج؟ قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نهدى. خلاص، ما بديهاش بقى. شو هيدا؟ ده يا ستي على مر العصور والزمن. سلو في عيلة الصياد، لما نقابل مواقف حرجة زي دي نقوم نسأل سؤال، واللي تجاوب على السؤال الصح تبقى هي يا أختي بطلة الليلة. لا 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 لا، أنا ما حصني بهيدا كله. تعالي اقف في الصف بدل ما تخش تقددي جوه مع نفسك. ها ها، يلا السؤال الأول. هدى. أيوة يا حاج. الرمانة فيها كام بذرة؟ والنبي يا حاج اسألني سؤال تاني، والنبي. يا اختي اسمع الله. مش ليلتك يا هدى، مش ليلتك. سميحة. يجي
يجي حوالي يعني كده 485. الرمانة فيها 485 بذرة؟ مش سؤالك يا سميح، سؤالك كم عدد سكان زنزبار؟ والنبي يا اخويا استعين بصديق. يا اختي اسمع الله. مش ليلتك يا سميحة، مش ليلتك. انهار. يا عيني الانهار. سؤال سهل، كم عدد طائر البطريق في القطب الجنوبي في الشتاء؟ يا اخويا وانا اعرفه في الصيف لما هعرفه في الشتاء. يا خساره مش ليلتك يا انهار. يا خساره. مايا. نعم. النهارده ايه في ايام ربنا؟ تنام. مكتوبالك ومكتوبالي. هي قولي مكتوبالك. تصحي يا حاج والله. تعالي التاني، تعالي التاني. تعالي التاني يا حاج. ما تقولي حاجه يا سميح. خلاص خلاص خلاص. نسأل تاني، نسأل تاني. ماشي نسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحي يا ستي. في ايه يا وليه يا مجنونه خضتيني؟ قومي معايا. اقوم ايه؟ مش شايفه انا بعمل ايه؟ سيبي اللي في ايدك، ده احنا في وكسه. وكسه؟ ها؟ وكسه ايه يا وليه؟ تعالي وريني بسرعه في ايه؟ ايه؟ خشي يا ستي. طيب يا ولية في ايه؟ قبل ما اللقطة تخلص خشي. في انت وهي. تعالي يا حبيبتي تعالي. سامعة وشايفة اللي احنا سامعينه وشايفينه؟ سامعة وشايفة في ايه يا مهرية؟ مصيبة مصيبة يا اختي. يا نهار اسود لو الحاج جه وشاف. مصيبة ازاي يا بس يا هبلة انت؟ تعالي وانت تشوفي بعينيك. يا خراشي يا خراشي، دي كانت في دارة وطلعت لبره يا اختي. هروح اجيب الكاميرا واصورها. ايوه زي ما جبت الكاميرا قبل كده وصورتينا ورحتي تفرجي الحاج. اوعي تقولي كده هتعال مني. يا بنت يا بنت، ده اللي رب خير من اللي اشترى. ما خلاص بقى يا انهار، ما يبقاش قلبك اسود. اروح اجيب الكاميرا. هاتيها ونصورها ليه يا اختي؟ نصورها ليه؟ عشان يا اختي لما الحاج يصحى يبقى يتفرج على اللي بيحصل في بيته، واللي ما يشتري يتفرج. طب يا اختي ما نخش كلنا ونروح نصحيه. يا سلام عليكي وعلى عبقريتك. لا وحياتكم بعدوني انا عن افكاركم السودا دي. انا خايفه للحاج يقلب عليا ويطلقني. تعالي احنا هنحمق ولا ايه؟ انت مش كنتي خلاص ما انتي معانا ودخلتي في الجو؟ هتجيبي ورا ولا ايه؟ انا ماليش في الاذيه يا سميحه. لا هغيط كده وكفايه. خلاص يا بنتي يا سميحه، بدل ما نطفش واحدة بقوا اتنين. تقصدي ايه يا اخت انهار؟ اقصد يا اختي اللي مش معانا يبقى ضدنا. هات الكاميرا يا سميحة. ايوه كده. لا هو تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا اللي انا شايفاه. تعالوا شوفوا الحال. ده يوجا ده يا اختي ولا ده؟
البخيل ده كله؟ اعمل ايه يا عم؟ ما بالعافيه على ما الراجل صعب الشغل رضي يسيبني ما كانش عايز. هانت يا شعبان، ركك بس ناخد حقنا في مراسها بولا وبعد كده تسيبها له بقرفها. بقول لك ايه يا تسوقي، انت شايف ان المشوار ده هيجيب فايده اساسا؟ طبعا يا ابني، مش بيقولوا ازاي ان على الودان عماره من الساحل؟ طب ما احنا ياما زنينا وكانت ايه النتيجه؟ ان انا وانت كنا هنلبس اسود ونروح في حديد وهو علم علينا. غبي وجبان يا عم، اطمن اطمن، انا عارف ادخله منين المره دي. اهم حاجه حافظ اللي احنا اتفقنا عليه. حافظ يا عم، تحب اسمع لك؟ لا لا، بسمع قدامه، عايزك كده في التراسينه وراسه يا شعبان. والله انا خايف لا يجيب لنا الحكومه المره دي. ادي الايام السوداء اللي انا فيها. يا ابني يا ابني ارحمني، اللي هنعيده هنزله كل مره ولا ايه؟ ده انت هم الاسود. طب ما تستنى تسوق اخد كوبايه شاي. انت طافس يا ابني، بلاعه عمال تشرب بيها شاي. ارحمني بقى. والله انا خايف انه ما يرضاش يقابلنا اساسا. اقعد انبر بوزك الفاهي ده قبل ما تودينا في داهيه. حسابي يا ابني. ايوه جاي يا نعمين يا استاذ. امسك. ما تخلي يا استاذ. عم امسك. من هي تبقى قدامي. قدامي. طيب. سمك السودا دي. يعني ده جزاتي؟ ده جزاتي اني رضيت اقابلكم بعد كل اللي عملتوه؟ وانا اللي فاكر انكم جايين ندمانين وعايزين تصالحوني؟ بصراحه كده يا ابن عم، ما يرضيش ربنا انك تبقى عايش في الياغمه دي كلها، متجوز بدل المره 10 واحنا طافحين الكوته ولينا عندك كتير وما خدناش حاجه منه. انت قاعد لسه مصدق الاسطوانه دي؟ الله، هو الحق بيزعل ولا ايه يا حاج؟ انت بتخن صوتك يا شعبان. انا بقول لحضرتك هو الحق بيزعل يعني يا حاج؟ حق ايه اللي بتتكلموا فيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حاج إحنا مش جايين نقول كلام إحنا قلناه قبل كده. أمال جايين تتكلموا في إيه؟ بصراحة كده يعني إحنا جايين نقول لك إن إحنا راد أصول وعاملين حساب للقرابة وأختنا اللي في بيتك، لكن لو العند زاد ما بيننا وما إدناش حقنا يبقى المحاكم ما بيننا وبينك يا فواز. آه، ومش هتبقى قضية مصنع يا حاج. لا، دي قضية حاج، جوازتك تشهد. ده أنت طلعت أجمل من شهرار يا جدع. حاج عليا أنا؟ الصاري ده وحشتكم بقى ولا ايه؟ وحضرتك عايز بخصوص ايه؟ موضوع شخصي. اه بس الحقيقه هو دلوقتي مشغول جدا، لو حضرتك حابب ممكن تسيب رقم تليفونك. طيب تسمح تقولي له سليم الاشقر حماك. حماه؟ بره! اطلعوا بره! واحمدوا ربنا انكم خارجين على رجليكم، يلا! المهم اللي يضحك في الاخر يا نجم. قابل في المحكمه يا ابن عمي. يلا يلا بره! هو يا عم الكرافات الحمرا دي؟ اه يا عم الحاج. اهلا ستيف بيه. اهلا. ايه شوفي؟ لا لا ولا حاجه، اتفضل اتفضل. استغفر الله العظيم. العيال دي لو جت هنا تاني تطلب لهم الامن. حاضر. اتفضل اتفضل يا حبيبي، اتفضل اتفضل يا ستيف بيه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر. انما ايه النور ده؟ نورت الشركه والمكتب. معلش كان لازم افضلك عشان نعرف نتكلم مع بعض براحتنا. انا خايف ما اكون جيت بوقت منه مناسب يا حاج. لا ما تقولش كده بقى، ازعل كده؟ ده احنا اهل، وبعدين ده اللي مستنيك. انا قلت لنفسي خليني اترك لك وقت عشان تفكر براحتك. بس انت عجبتني قوي، قول لي ليه؟ ما تقولش يا عم، انا هقول لك. انت عجبتني لما عقلت بنتك مايا وشلت من دماغها حكايه الطلاق دي. ابغض الحلال عند الله الطلاق. الله يفتح عليك. ومين قال لك انها بدها تطلق؟ هي بس اترعبت واتفاجئت وجهها شد عصبي، وهيدا من حقها يا حاج. لا، لو اترعبت واتفاجئت وجالها شد عصبي ده مقدور عليها، نعالجها. بس انت غلطان يا حاج، غلطان كتير. كان من المفروض انك تقلي انه في ثلاث نسوان غيرها، كنت فهمتها وعقلتها. على ما اعتقد، على ما اعتقد قهوتك مظبوطه صح؟ قهوتي مظبوطه. عسل والله يا سليم بي، احلى قهوه مظبوطه لسليم بي. حالا يا فندم حالا، قهوه مظبوطه عند الحاج بسرعه. حاضر يا استاذه هناء. خير يا هناء؟ الحاج كان بيتخانق مع اولاد عمه ليه؟ تاني؟ تاني تسوق شعبان؟
ومش كده وبس، دي المصيبه كمان ان حماه كان هنا وسامع وشايف كل حاجه. حماه مين؟ ابو سميحه؟ ابو سميحه ايه؟ لا ده واحد كده شكله لبناني اسمه سليم الاشقر. ايوه هو ده. يا عيني عليك يا حاج، هيلاقيها منين ولا منين؟ دول عايزين يهبشوا من ناحيه والراجل ده عايز يهبش من الناحيه الثانيه. وتفتكروا الحاج هيعمل معاه ايه؟ والله بقى احنا قدمنا له المعلومات اللي هو عايزها، وهو عارف مصلحته كويس، هو مش صغير. هو ده ابو العروسه الجديده مش كده؟ ايوه يا ستي هو. هي لبنانيه؟ خليكي في حالك يا هناء وركزي في شغلك. يعني هي عامله ازاي؟ شكلها ايه يعني؟ زي بتوع الاغاني كده؟ ما انت عارفاه صياد. هو جميل ويتحب بصراحه. ما انت اللي هبله، جاتك خيبه، حد يتجوز وهو شغال عند الصياد؟ اهو نصيب بقى. ده ربنا نجاها، ده انا عن نفسي خايف لا اشوف مراتي لحد دلوقتي. انت بس هسمعنا حقيقي. امتى معدوم كتير يا حاج؟ والله انت اللي عسل كتير كتير. لا يا حاج. حط يا عم عبد، حط. تسلم ايديك، تسلم ايديك. خدمه ثانيه يا حاج. تسلم يا عم عبد، ربنا يكرمك. اللي فكرت بالعرض اللي قلت لك عنه؟ والله الشغل معاك مكسب يا سليم بيه. يعني وافقت على الشغل معاك؟ انما على الشركات التانيه دي ملقلقه كده. مني فاهم شو يعني؟ اشرب قهوتك، اشرب قهوتك. والله يا سليم بيه انا عصرت دماغي ودورت الحكايه كده جوه. حكم انا احب انفع واستنفع. طالما كل الشغل بما يرضي الله وربنا يكفينا شر الشبهات. اي شبهات يا حاج؟ يا خيي هيدا سوق عرض وطلب وبضاعه، وفي لقمه خبز هتتقسم علينا. وانا عايز لقمه الخبز دي تتقسم علي انا وانت بس. مني فاهم شو قصدك يا حاج. فاكر شريكك اللي عرفتني عليه في بيروت؟ ايه فاكره، مروان صبري. شو قصده مروان صبري؟ اقعد بقى اقعد. مش قلت مروان صبري؟ اقعد. ممتاز مروان صبري، عرض علي عرض هايل هايل، بس انا مرضتش اديله كلمه. ولو شو هيدا، لحقت تعمل اتفاقيه مع شريكي؟ لك يا حاج انت هيك بتهز صورتي بالسوق. صوره ايه بس وكلام فاضي؟ ايه يا سليم بيه، ايه الكلام ده؟ ما انا لو ما كنتش عايز اقول لك ما كنتش قلت لك من الاساس. بس انا عشان راجل دغري بحب اجيب من الاخر بقول لك، وعلشان الاقربون اولى بالمعروف، انا عايز اعمل الصفقه دي مع جده. شو هي هالفكره هيدي؟ هو فتح سوق جديد برضه، انما في بيروت. بيروت؟ بيروت سوق وانت عارفه كويس، وناس زينا مش غريبه علينا، ولا لسان عوج ولا ناس افكارها غريبه. يا حاج العبايه والحجاب منهم منتشرين كتير ببيروت، وهيدا ممكن يسبب خساره. خلينا ورا المكسب الابعد. احنا لو عملنا حاجه شيك وشكلها حلو والوانها جديده، اللبنانيين يحبوا الموضه، ممكن دي تبقى موضه، وطالما خدوها وعجبتهم هتبقى موضة هناك، وهنكسب بدل الجنيه 100، انما في السواب بقى بدل الحسنة 1000. سواب وحسنة وفي بيروت كمان.